اهلا وسهلا بحضراتكم، يشرفني ويسعدني ان يكون معي الدكتور يونس مخيون رئيس حزب نور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يعني دكتور عايش في البحيره في ابو حمص، يعني يبقى في طلب شغل بينزل هنا بينزل هنا، عنده شغل بينزل وينزل لكن يرجع يقعد تاني، ودي حاجه غريبه شويه لرئيس حزب النور، وهو حزب له مكانه، يعني له مكانه انك تبقى عايش في حته جوه حته، يعني مش عايش في دمنهور، لا في ابو حمص كمان. ابو حمص دي تبعد عن دمنهور زي ما قال لي الدكتور، انا عارف من الاول ان اعرفها كويس ان 13 14 كيلو يعني. صحيح صحيح. عايش هناك ولادك معاك هناك؟ يعني ولادك ما خرجوش عاشوا في القاهره؟ لا لا لا. طب بيعملوا ايه في جامعاتهم؟ بيعملوا ايه في خروجاتهم؟ بيعملوا ايه في الحمد لله احنا الواحد مرتبط بموطنه، ويعني بحب الهدوء، ما بحبش موطنك. انت مولود في ابو حمص؟ نعم. مولود في ابو حمص؟ انا مولود في ابو حمص. مولود فيها؟ ايوه نعم. اصل منشاي و يعني عيلتك بالكامل موجوده في ابو حمص؟ عيله مخيون كلها في ابو حمص. فانا مرتبط بموطني، واحنا يعني عايش في وسط اهلي وناسي، وما يعني على ترعه المحموديه على النيل، ومكان هادي، وانا بحب طبيعتي، بحب الهدوء، ما بحبش الضوضاء. فبباشر الحزب بنيجي القاهره اسكندريه كل يوم في سفر في محافظه، ولكن اخر اليوم او بعد يوم يومين لازم اعود للموطن والبيتي. واولادي كلهم متعلمين، عندي 7 اولاد، ربنا يخليهم، و7 احفاد، والثامن في الطريق ان شاء الله. طب ما شاء الله كويس قوي. وكلهم يعني متعلمين تعليم عالي، والتعليم عندنا يعني امور ميسره. وعايشين معاك في ابو حمص برضه؟ في اللي متزوجه في اسكندريه، واللي في ابو حمص، وكلنا حوالين بعض، مش بعيد عن بعض. يعني عندك ولاد اتجوزوا وعاش معاك في ابو حمص برضه؟ ايوه نعم. الاجيال تتواصل. نعم. الاجيال تتواصل. نعم. ربنا يخليهم لك. الله يحفظك. الله يجزيك. ودي فكره كويسه برضه. فكره كويسه فيها متعه شخصيه. صحيح. يعني فيها متعه شخصيه انك تحس انك انت عايش في وسط اهلك، في وسط ناسك، في وسط حتتك. نعم. لا تغادرها يعني، فده شيء جميل. بتدي استقرار نفسي وصله الرحم والتواصل مع الناس. وغير كده كمان انا في البيئه اللي نشات فيها ما حبيتش ان انا اسيبها، وبعبر عن الناس اللي فيها حقيقه. مش لازم الكل يهاجر ويروح القاهره ويسيب مكانه، بل العكس. وجودي هناك بيفيدني بالتواصل مع طبقات من الناس كثيره ربما لم غير موجوده في القاهره. لا، وساكن على النيل. وساكن على النيل كمان. يعني مش حاجه سهله. دكتور يونس، هو يعني الحقيقه الموضوعات كثيره ومتشعبه، والدنيا زي ما انت شايف. نعم. زحمه ومرتبكه وفيها مشاكل، لكن خلينا نبدا من حيث انتهى حزب النور مؤخرا. في حاجتين، في حاجه كده على جنب انا ما كنتش احب اتناقش فيها، بس يعني يصح ان احنا نتكلم فيها، اللي هي تصريحات دكتور ياسر برهامي او فتاوي. هنخليها دي على جنب الاول، نتكلم على اختياركم لي او ترشيح الحزب للمشير السيسي على اساس 9 نقط او 8 نقط او 8 اسباب، مش كده مظبوط؟ لا، هي حقيقه الاسباب دي تقريبا احد اعضاء الحزب اجتهد عمليه اجتهاد شخصي منه، يعني مش ولم تصدر بصفه رسميه. اللي صدر بصفه رسميه اللي حضرتك تسمعه مني. اسمعه منك. من ايوه فضلك. نعم من فضلك. احنا لما نختار رئيس لمصر يجب ان احنا نضع يعني معايير، يعني معايير تكون موضوعيه وملائمه للظرف اللي احنا فيه. تمام. فاحنا الاول حددنا ما هي اكبر مخاطر يعني بتجابه مصر في الوقت الحالي، واكبر التحديات. فوجدنا ان اكبر التحديات اولا الخوف من انقسام البلد، مشروع التقسيم بما يتبعه من الانهيار. تمام. الخطر الثاني وهو الدولة الفاشلة، تكون دولة فاشلة، يأتي رئيس لا يستطيع أن يدير مؤسسات الدولة فتنتهي إلى دولة إيه فاشلة، ودي لها نتائج خطيرة. والدولة اللي تحتمل بعد تجربة الإخوان يعني. صحيح. نعم، لا تحتمل التجربة والخطأ. في تحديات أخرى، ولكن وجدنا أن هم دول أكبر تحديين بيواجهون دولة مصر الآن. فعند المقارنة بين المشير عبد الفتاح السيسي وبين السيد حمدين صباحي، وجدنا أن الخطرين الأولين دولت أن المشير عبد الفتاح السيسي أقدر على حماية البلد من هذين الخطرين. والسبب يعني في ذلك أن الدولة، مؤسسات الدولة هتكون أكثر تناغما
وتجاوبا مع المشير السيسي، باعتبار ان هو ادرى بمداخل البلد ومداخل هذه المؤسسات، ولن تستشعر مؤسسات الدولة ان المشير السيسي انه يعتبر جسما غريبا يجب لفظه، ولكن هيحدث نوع من التناغم والتجاوب مع المشير عبد الفتاح السيسي، مما يؤدي الى سرعة حالة الاستقرار في البلد، ونحمي البلد من خطر الانقسام او الانهيار، لان في اولويات. طيب. ثم بعد ذلك يأتي الاصلاح بالتدرج، الاصلاح بالتدرج. وهذا الكلام عندما اطرحه ليس من وحي الخيال، هذه المخاطر ليست من وحي الخيال ولا هي اوهام، بل هي حقيقة الناس كل الناس تراها وتلمسها. ورأينا ان هذه المخططات، مخطط تقسيم المنطقة باكملها وليس مصر فقط، بتتم على قدم وساق، ونجحت نجاحا كبيرا في عدة دول محورية في المنطقة، نجحت في العراق وقسمت العراق، سوريا اليوم وما يحدث في سوريا، في اليمن، السودان في الجنوب قسمت، وبعدين الخطر الأكبر النهاردة ليبيا. ليبيا النهاردة يعني وصلتنا معلومات من داخل ليبيا إن في حوالي 17 معسكر تدريب قريبين من حدود مصر. ايوه فيها جهاديين وفيها تكفيريين وفيها 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 موجودين على الحدود الغربيه، موجودين وبشكل خطر جدا، والناس كتير خطرا كبيرا كتير. وبيدفعوا فلوس وبنى على فكره من دول كتير مش من ليبيا، دول جايين على ليبيا، في مش ناس ليبيين. ناس وافدين وبعدين كونوا نظام يعني تنظيم على غرار داعش. داعش معناه الدولة الإسلامية في العراق والشام. عمره تنظيم هنا اسمه ايه؟ دالم. دالم يعني الدولة الإسلامية في ليبيا ومصر. تمام. ودي هتكون منطلق، هم يهدفون الى السيطرة على ليبيا، ثم بعد ذلك يتخذون ليبيا منطلقا لمهاجمة مصر والدخول في مصر. فإذا خطر التقسيم ده أمر واقع، ولم يبقى في المنطقة المحيطة بالكيان الإسرائيلي متماسكة إلا دولة مصر. فأعتقد أن المعسكرات دي بيتم تمويلها من جهات عدة، هدفها هو إحداث زعزعة في مصر، ثم بعد ذلك تقسيم مصر لتنفيذ المشروع الصهيوني الأمريكي، أن تكون إسرائيل هي المسيطرة على المنطقة بأكملها بما يسمى الشرق الأوسط الجديد. وجدنا أن الفريق أو المشير عبد الفتاح السيسي هو أقدر الناس في هذه المرحلة ان يكون في حمايه لمصر من هذا الخطر، خطر التقسيم والانهيار وخطر الدوله الفاشله. عشان عسكري يعني؟ لا، اول المشير عبد الفتاح السيسي يعني يعلم مؤسسات الدوله وتعامل معها من قبل، ليس غريبا عنها. تمام. والواضح انها هتتجاوب معاه سريعا، وهو عنده يعني رؤيه ممكن هذه المؤسسات تتناغم معاه وتمشي معاه بسرعه. كويس. مش هيكون فيه صدام. كويس. مش هيكون فيه صدام. في اخطار اخرى هنجد المرشحين الاثنين متساويين فيها، يعني مثلا في يقولون ان المشير عبد الفتاح السيسي هيزيد من حاله الانقسام والاستقطاب باعتبار انه طرف في معادله النزاع الموجوده حاليا. تمام. اللي ينطبق على المشير عبد الفتاح السيسي ينطبق تماما على حمدين باعتبار ان حمدين هم الإخوان ومن معهم ينظرون عليه أنه محلل، وأنه محلل لهذا الانقلاب كما يزعمون، وهو من أشد أعداء الإخوان هو حمدين صباح من أيام محمد مرسي. وإلا لما كنت أنا في مفاوضات بتدور أو حوار وطني، كان أول واحد طالب بانتخابات الرئاسية مبكرة هو حمدين صباحي. حتى احنا لما رحنا يعني تفاوضنا مع جبهة الإنقاذ وقلنا لهم أن محمد مرسي يتم ب4 سنوات، فهم وافقوا بشرط ان هو يستجيب لمطالب اللي كانوا بيطلبوها اللي احنا عرضناها تغيير وزارة، مطالب بسيطة. ولكن الاستاذ حمدين صباحي كان يعني رؤيته، ما كانش بيجلس معانا ولكن كان بينقل رؤيته من خلال استاذ محمد سامي رئيس حزب الكرامة، ان يكون في انتخابات رئاسية مبكرة. فاعتقد وكذلك ان الاستاذ حمدين صباحي صرح عندما اكون رئيسا لن اسمح للاخوان ان يعملوا في السياسة، لأن يكون هناك إخوان مسلمين ولا حرية وعدالة. فإذا ما ينطبق على المشير السيسي ينطبق على صباح، ويتفقوا في الخير، ويتفقوا في هذا في هذه النقطة. يبقى يبقى الخطرين الأوليين هم دولت أكبر خطرين. وجدنا أن إحنا بننظر للموضوع ككل، مش عايزين نظرة جزئية، لا، إحنا خايفين فعلا على البلد.
والناس لابد أن تعي إيه معنى الفوضى. النهاردة في مصر، والكلام ده يعني صرحت بيه قبل ذلك، بعد الثورة دخل مصر بحوالي 60 مليار جنيه أسلحة، والعصابات النهاردة معها أسلحة متطورة. ربما هذه الأسلحة، أنت بتقول رقم 60 مليار؟ أيوة نعم، أسلحة. ما يقرب من 60 مليار أسلحة دخل عن طريق ليبيا والسودان وغيره وغيره. ده بعد 25 يناير. بعد 25 يناير. هذه الأسلحة في إيد مين؟ لا في إيد ولا في إيد حضرتك ولا في إيد الناس المسلمين، الشعب المسالم الغلبان. هذه الأسلحة في إيد العصابات والبلطجية. وأنا بس هتستوقف فيها نقطة واحدة. لما بتجيلكم معلومة زي كده في حزب النور، أو بتجيلكم معلومات زي اللي جات عن ليبيا، ودي معلومات دقيقة صحيحة، يعني بتبلغوها للسلطات ولا بتكتفوا بيها لنفسكم ولا لا؟ لا، الكلام ده طبعا بنبلغوه، ده واجب وطني ان احنا بتبلغوه. طبعا لو عندنا اي معلومات بنبلغ بيها الجهات المسؤوله. والكلام ده انا طرحته مع السيد وزير الداخليه، حتى ان هو قال ان احنا فوجئنا ان في العصابات معاهم مدفع، احدى العصابات معاهم سلاح مدفع بيشتغل بكارت ميموري الكتروني. هذا المدفع غير موجود لا عند الشرطه ولا في القوات المسلحة. احنا جبنا ناس صورة يعني. حاجات متطورة. والأسلحة إما مع جماعات التكفير والجماعات التي يطلق عليها الجماعات الجهادية، يا إما مع العصابات. عندما تسقط الدولة هيكون المصير زي سوريا أو ما يحدث الآن في ليبيا، حيث لا دولة مركزية ولا هيبة للدولة، وهيتحكم في الشعب المصري المسكين هذه العصابات، يا إما العصابات الإجرامية، يا إما عصابات داعش ودالم والتكفير والهجرة، وهتنقلب الدولة إلى جحيم. يعني لا حيكون في مؤسسات. الضرورة تقتضي هذا الرجل السيسي. احنا قلنا هو الأنسب، يعني هو ضرورة تقتضي، هو الأنسب، واحنا رأينا ان هو ممكن يفادي مصر من الخطرين اللي هم اللي انا ذكرته. هل حصل انكم التقيتوا؟ يعني اتقال ما نعرفش ماذا دقة ده، ان مجموعة من حزب النور التقت السيسي، ونفس المجموعة ومجموعة غيرها التقت بحمدين صباحي، وبناء عليه قعدتوا بقى جلسات ومناقشات وانتهيتم إلى ما انتهيتم إليه. ما عرفش ماذا الكلام صحيح. هي مجموعة واحدة، فكنت أنا والمهندس جلال مرة والمهندس أشرف ثابت، التقينا بالمشير عبد الفتاح السيسي. أنتوا ثلاثة بس؟ وكان لقاء طويل وطرحنا فيه أشياء كثيرة. ده قريبا، ده من حوالي 3 أسابيع. قريب يعني 3 أسابيع. يعني في غضون الأيام اللي احنا التقينا فيها مع الأستاذ حمدين صباحي. ولكن احنا أثرنا عدم الإعلان، واحنا اللي طلبنا عدم الإعلان، سواء بالنسبة للمشير السيسي أو الأستاذ حمدين صباحي. حمدين أعلن، ولكن الحملة، حملة حمدين هي التي أعلنت، مش احنا اللي أعلننا. وكان طيب. السبب عدم الإعلان إن هذا اللقاء ليس لقاء إعلاميا ولا لقاء جماهيريا، هو لقاء له هدف ان احنا نستوضح رؤية المرشح في عدة قضايا وعدة ملفات، وكذلك نستعرض معاه الخطوط العريضة للبرنامج، وبعد ذلك ننقل هذه الرؤية لمتخذ القرار في الحزب اللي هي المجلس الرئاسي والهيئة يعني العليا. يعني كنتوا اصحاب طلب المقابلة؟ يعني احنا نور طلب مقابلة. احنا اللي طلبنا وطلب مقابلة حمدين. ايوه نعم تمام. وتحددت المقابلة بسرعة على طول. على طول. ما كانش فيه تلك ولا اي شيء. فاحنا السيسي منفردا. منفردا، وكان ما كانش معاه مجموعه من حملته ولا حاجه. لا 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 لا، كان لوحده. هو نفسه صرح قال انا ما عنديش حمله. يعني هو صرح قال ما عنديش حمله. هو ليه حمله مركزيه، اما في المحافظات والمراكز هو قال ما ليش حمله. ودي نقطه برضو عايزين نناقشها، حته الحمله ديت. ولكن كان هو عنده متحدثين وعنده ناس. نعم. وعنده عبد الله المغازي وعنده هو في ليه حمله مركزيه. النقطه السبب ان احنا طلبنا عدم الاعلان، ان احنا لو اعلنا ان احنا مثلا التقينا مع المشير السيسي، طبيعي السؤال بعد كده اتكلمته في ايه، طب ايه رايه في النقطه كذا، ايه رايه في الملف الفلاني، ايه رايه في القضيه الفلانيه. انتوا مش عايزين تقولوا طبعا. احنا مش مخولين، احنا نتكلم باسمه. يعني احنا هو الاجدر والاقدر ان هو يعرض رؤيته ووجهة نظره. انا عندما ارد نيابة عنه ربما لا اكون دقيقا في نقل الكلام. فهو رأينا ان هو اللي يطرح برنامجه بنفسه ورؤيته بنفسه، ونحن لا نكون وكلاء عنه في نقل وجهة نظره. ديت يعني كان الهدف ان احنا لا نعلن عن هذه اللقاءات. طب انتوا ليه ما فكرتوش تنزلوا حد؟ ف...
فين؟ في الرئاسة. لا احنا ده موقف ثابت، احنا الحمد لله احنا كحزب النور احنا مواقفنا ثابتة لم تتغير من اول نشأة الحزب الى الان. احنا كان موقفنا من بعد 25 يناير ان عدم ترشح واحد ينتمي للتيار الاسلامي او يحسب على كيان اسلامي موجود على الساحة، وكان الإخوان يتفقون معنا تماما في هذه الرؤية. ودي كانت مسألة في تفكيركم مرحلية ولا ثابتة يعني إلى ما شاء الله؟ لا دي مرحلية. 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 مرحلة ما تغيرتش. مرحلة ما زالت المرحلة. ما زالت المرحلة. بل بالعكس يمكن. أنا عايزك تقول لي كده بقى. يمكن. بالعكس إيه اللي بالعكس؟ يعني الحاجة أصبحت أشد إن إحنا ما نرشحش حد. ليه؟ لأن هتزيد حالة الانقسام وهتزيد حالة الاستقطاب في الشارع. واحنا مش عايزين يعني حد يحكم بكل ايديولوجيه معينه هيزيد حاله الانقسام والاحتراب المجتمعي. احنا عايزين شخص يعني يلم شمل المصريين، يتفق عليه كل الناس، او مش كل الناس، كل الناس ده طبعا صعب. وهو ورأي حضرتك ان التيار الاسلامي مع يعني ليه مكانه في مصر، هل تراجعت هذه المكانه بعد شيء نتيجه سوء تصرف الاخوان؟ طبعا طبعا لابد ان نعترف بذلك. ان هذه السلبيات والاخطاء والفشل اللي تم خلال هذا العام أثر على التيار الإسلامي ككل. ده أثر في حزب النور؟ لازم يكون أثر شعبية حزب النور؟ طبعا لابد. إحنا أصلحنا الناس، بعض الناس لا يفرقون، ربما لا يفرقون، يعني ينظرون للتيار الإسلامي ككل إن الفشل ده هو فشل التيار الإسلامي، في حين إحنا لا نتحمل هذا الخطأ. ونحن نصحنا كثيرا وصوبنا كثيرا وحاولنا نصلح ما، ولكن لم نجد أذانا صاغية على الإطلاق. لكن أنتوا ما خرجتوش مع ناس في 30 يونيو؟ لا احنا حضرتك احنا اللي خرجنا لا مع ده ولا مع ده. طب ده موقف. اي ما هو موقف ده، انا اعتقد ان الموقف ده موقف. لا مش حضرتك احنا طالب. لما انت ما خرجتش مع ده ولا ده يبقى عملت ايه؟ وقفت على الحياد؟ لا طيب. انا ربما يكون الحياد هو الموقف الايجابي. طيب كويس، اشرحوا لي. اشرح لحضرتك. احنا كان موقفنا واضح من البدايه ان لما حصل تصاعدت موجه المعارضه للدكتور محمد مرسي ووصلت إلى حال التمرد وحشد الناس لـ 30/6 استشعرنا الخطر ونصحنا الإخوان وجلسنا معهم جلسات خاصة. حصل. والكلام ده أعلنته. أيوة. وإخواننا أنا عايزين حلول، قدموا حلولا عشان ما بيقدموش، ولكن هم قدموا تنازل ما بيقدموش. هم أثروا، اختاروا طريقا آخر بدلا أن يقدموا حلولا. لا هم اختاروا، أو الاختيار هو تجاوز الموقف بحشود ضد حشود، بتجاوز الموقف وليس حلا له. فاحنا طلب منها هنطلع في رابعه في 21/6، اول مليونيه في رابعه كانت يوم 21/6 مظبوط تمام. ثم بعد ذلك كان هناك اعتصام. ودي ما تمتش؟ لا تمت 21/6 تمت منهم، انتم ما كنتوش فيه. احنا ما شاركناش. ودي كانت النقطه الفيصليه بيننا وبينهم. احنا رفضنا الخروج في الشارع او مقابله الحشود بحشود، وطلبنا منهم ان يقدموا حلولا. وفي نفس الوقت كان راينا إخواننا أن الرئيس أتى بصناديق انتخابات لا يترك مكانته إلا أو سلطته أو لا يعزل إلا عن طريق صناديق الانتخابات، وهذه الآلية التي إحنا اتفقنا عليها في الدستور. يضاف إلى ذلك أن إحنا عندنا حل قريب وسهل، أن في انتخابات برلمانية بعد 3-4 شهور. الانتخابات دي هتفرز برلمانا، البرلمان هينتج عنه رئيس وزراء يمثل الأغلبية. رئيس الوزراء في الدستور له صلاحيات اعلى من صلاحيات رئيس الجمهوريه، فكده اتحلت المشكله واصبح في توازن. ما فيش داعي لعمليه جمع التوقعات او ان احنا ننزل الشارع نشيل الرئيس بالمظاهرات. هذا هو كان راي حزب النور واعلناه في مؤتمر صحفي. تمام. ولكن لا، الرئيس استجاب لمطالبنا بتغيير الوزاره وحل المشاكل وغيره، والناس طلعت في الشوارع لما زي ما شفنا في 30/6. واحنا خفنا من النزول، احنا خشينا ان يحدث هناك يعني صدام وتراق دماء، واحنا ما رضناش ان الشعب المصري يدخل في صدام مع بعضه، وما توقعناه حدث. يعني الصدام لم يحدث يوم 30/6، ده من بدايه كده نص 6 بدا الصدام وقتل ودماء في الشوارع، مما ينذر احنا داخلين على حرب اهليه. لذلك احنا قررنا عدم النزول، وهذا موقف يعني من منطلق شرعي قبل ان يكون من منطلق سياسي، ان احنا عندنا الدماء ده حرمه كبيره جدا. صحيح. حرمه اي يعني دم اي مصري في اي فعاليه ممكن يعني نستشعر منها ينتج عنها الدم، احنا نكف عنها يعني مباشره. فهذا كان موقف ايجابي. ولكن بعد الشعب ما طلع في 30/6 وشفنا هذه الاعداد الكبيره،
وحدث الموقف بتاع 3/7 احنا اشتركنا في خريطة الطريق حفاظا على الدولة، وكذلك ان كان الخيار الاخر ان احنا ننزل في جانب الاخوان ومن معهم، لكده ندخل في صدام مع مؤسسات الدولة، مع الجيش، مع الشرطة، مع الشعب كله، ربما كانت تنتقل الى حرب اهلية. واحنا رفضنا تماما ان يكون الصراع يوصف بانه صراع اسلامي بين اسلاميين وغير اسلاميين. هم الاخوان وتحالف الشرعية بدأوا ان هم يبعثوا رسالة للناس ان ده صراع حرب على الاسلام، حرب على الاسلام وصراع ديني، ما نحن مقتنعين تماما ان ده مش صحيح، ان صراع سياسي بحت، هم حولوه الى صراع ديني، وده النقطة الفارقة اللي بيننا وبينهم، وده يعتبر موقف ايجابي من حزب النور. اللي احنا تعرضنا طبعا لحضرتك لهجوم شديد، لضغوط شديدة، ولكن احنا تحملنا البطء شوية. حزب النور بياخد قراره ولا ايه؟ يعني في بطء شوية لا بالعكس، لا مفيش بطء، في تأني وفي دراسة. يعني احنا لا نتعجل، ولكن احنا نتأنى وبندرس دراسة جيدة للواقع ثم نأخذ القرار. يضاف الى ذلك ان القرارات بتؤخذ بطريقة مؤسساتية، يعني مش قرار فرد، لا، في مؤسسة، في مجلس رئاسي، في هيئة عليا بتجتمع ثم تتخذ هذه القرارات المصيرية. طيب كويس ان احنا بنتكلم على التأني. هل انتم مفكرين في البرلمان؟ طبعا مفكرين. نعم. ايه بقى دلوقتي في مشكلة في حزب النور؟ عايزك تفصصها لي. ان الدستور بيقول ما فيش احزاب على اساس ديني، المادة 17 اظن او حاجة زي كده. نعم. بتقول مفيش احزاب على اساس ديني، صحيح، واحنا مشاركين في وضع الدستور مادة 74، وده اللي اشار اليه المشير عبد الفتاح السيسي في اللقاء الاخير. طيب واحنا مشاركين في وضع الدستور، هذه المادة هذه المادة لا تنطبق علينا نهائيا، لان هذه المادة كانت في 2007 اضاف اليها يعني ترزيه القوانين في عهد حسني مبارك ان لا يحظر قيام احزاب على اساس ديني او ذات مرجعيه دينيه. في الفتره الانتقاليه المجلس العسكري حذف او على اساس مرجعيه دينيه. طيب واحنا في ظل هذه الماده ان يحظر قيام احزاب على اساس ديني، في ظل هذه الماده في الاعلان الدستوري تم اشهار كل الاحزاب التي يطلق عليها احزاب اسلاميه، الحريه والعداله والنور والبناء والتنميه والاصاله وكله. طيب. أنشئ في ظل هذه المادة اللي هي يحظر قيام أحزاب على أساس ديني. إيه معنى كلمة يحظر قيام أحزاب على أساس ديني؟ لا معنى، إن المعنى الأول إن إحنا نقيم حزبا ونجعله قاصرا على أصحاب ديانة معينة، يعني الحزب ده للمسلمين يمنع دخول فيه غير المسلمين، يبقى ده حزب إيه؟ قائم على أساس ديني. أنت بتدخل عندك مسيحيين لو عايزين يخش؟ أي طبعا، أي مواطن مصري مقتنع ببرنامج حزب النور يدخل على الرحب والسعة. الصورة الثانية للحزب الديني إن هو يحتكر الكلام باسم الدين، يعني يقول أنا الوحيد اللي بتكلم باسم الدين، فهذه الصورة يعتبر حزب ديني. إحنا حزب سياسي ولسنا حزبا دينيا، وتقدمنا بأوراق الحزب لجنة شؤون الأحزاب وتوفرت فينا جميع الشروط، واحنا حطينا احنا كنا مشاركين في وضع الدستور اللي فيه هذه الماده، فهذه الماده لا تنطبق علينا لا من قريب ولا من بعيد. فحزب النور ليس حزبا دينيا ولكنه حزب سياسي. ما يخرج منه حد من حزب النور زي ياسر برهامي ولا هو يعني؟ لا، الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوه السلفيه. دعوه السلفيه شيء وحزب النور شيء. نعم. يعني انتوا مش يعني انا عارف انكم منفصلين لكنكم متصلين في الاخر. هو يعني في تواصل واقعيا، يعني تواصل فكري ومنهجي. خلينا تواصل فكري ومنهجي. طبعا طبعا ما اقدرش نقول انهم منفصلين خالص. يعني احنا منفصلين اداريا تماما، اداريا ولا فكريا ولا يوجد تدخل من الدعوه في شؤون الحزب. الحزب ليه رئيس حزبه وفي مجلس رئاسي وفي هيئه عليا. يعني الفتاوى لما تطلع بالشكل ده ما تضرش الحزب؟ هو اصلا ايه الفتاوى؟ محل حضرتك الفتوى دي اصلا فتوى قديمه من زمان. هو جددها؟ لا، لم يجددها على الاطلاق، ما حصلش. ما دي الخلط اللي حصل، ان ناس بدات تبعبش بعمليه مقصوده وطلعوا فتوى قديمه من الموقع بتاعه، الناس بتساله وهو بيجيب. وهذه الاسئله الاجابه كانت مجرد نقل اقوال اهل العلم، هي الفتوى منضبطه شرعا 100%، ولكن تم ابتزائها وتم تحريفها
بصوره متعمده لتشويه صوره الشيخ ياسر لاغراض لا اسم الله. بقى مش انا ماليش دعوه بالفتاوى بتاعت الشيخ ياسر خالص، ماليش علاقه، ان ده مش موضوعنا. انما بتكلم على تاثير مثل هذه الفتاوى من احد السلفيين على حزب النور، تاثر. ما حضرتك يعني بعد ما تتضح الحقائق الناس بتعرف، واكم مش علينا بس، ما اكم من الاكاذيب والافتراءات على كل من يعمل في السياسه. ده امر يعني امر وارد، يعني ما الحيله ماذا نفعل؟ هذا بس السؤال اللي انا هساله حضرتك بس بعد الفاصل، بس اسمح لنا ناخذ فاصل نتكلم.